قعدت تعيط وما رضتش ابدا تتحط في اوضه البيبيهات. يا سبحان الله يا سبحان الله. ولا يوم صباح فضلت تصرخ وتعيط، افتكرت ان الغربان مش نظيف. الله يكون في عونك بصراحه، اللي زي بنتك دي ملهاش غير حل واحد. الحقني بيه. الجواز. مين بس هيرضى بيها؟ لا انا عندي عريس لقطه وياخدها بشنطه هدومها. ده عشان خاطر حضرتك مامتها. ولاجل الورد تنسي ايه اسمه. فارس ممكن تقول لي يعني انت ليه عايز تتجوزني؟ بصراحة ما فيش غيرك في الاوتيل. نعم؟ لا قصدي يعني اول ما شفتك قلت ايه القمر اللي داخل عليا ده؟ وعجبت بيكي جدا، بصراحة انا بموت كمان في البلوندايه. ميرسي والله ثانك يو. بس يعني ايه اللي خليك تتجوز واحدة انت اصلا ما تعرفش عنها اي حاجة خالص؟ بصي اقول لك الحقيقة ولا اكذب عليكي؟ لا تقول الحقيقة عشان انت لو كذبت انا هفسك. لا 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 لعلمك انا حويت قوي. انا ما فيش حد يقدر يعرف مني اي حاجة. قول بقى وخلاص. هقول لك الحقيقة. أنا جدي الله يرحمه هيحرمني من تلت الميراث لو ما اتجوزتش. أوكي، الميراث ده يطلع كام يعني؟ 30 مليون جنيه. وجدك يعمل فيك كده ليه؟ ده إيه الرخامة دي؟ هو فعلاً كان رخم بس كان طيب قوي بصراحة. هو أصله كان عايزنا نتجوز بالعافية يعني. وأنت ليه بقى ما تتجوزش من نفسك يعني؟ أصل بصراحة بقى الستات دول حاجة بصراحة يعني ما كنتش بحب الستات وحاجة مقرفة بصراحة. إيه إيه اللي أنت بتقوله ده؟ لغاية ما شفتك، أول ما شفتك بصراحة اقتنعت على طول. أنت عايز تقول ان انت ما كنتش لاقي ولا واحده تقتنع بيك. نعم يا اختي. ليه كده؟ يمكن يكون فيك عيب مثلا وانت مش عايز تقول. لا 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 لا, لا انا ما اسمحلكيش. بقول لك ايه، انا جامد قوي، مش مصدقاني اسالي عدوي. لا اسال عدوي ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ممكن يكون عندك عيب خلقي مش خلقي. يعني ايه؟ ما هدي انيل. يعني ايه خلقي؟ يعني اخلاقي، يعني مثلا مغرور، غيور، بخيل، نسوانجي، كذاب، نيئة، موسوس. موسوس؟ أيوة. ده اللي هو أنا؟ أيوة. أنا اللي موسوس؟ فارس فلة 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 بتقص ضوافرك. ابتديت أحبك، افتح لي قلبك، احنا خلاص هنتجوز صح؟ صح مظبوط. الفلوس اللي جدك هيورثها لك دي بقى جايبها منين؟ السياحة، من شغله في السياحة. سياحة إيه اللي تجيب 30 مليون جنيه؟ وأنا هبلة؟ عادي يعني، ايه المشكلة؟ قول لي بصراحة، غسيل أموال؟ نعم. لا طبعا. طب خلاص خلاص بالراحة ما تتضايقش. مخدرات؟ بقول لك ايه؟ تجارة الرقيق الأبيض؟ بقول لك ايه؟ تجارة السلاح؟ أنا ما اسمحلكيش، أنا جدي كان شريف جدا. أنت قول بقى كده بقى عشان تستحلي الفلوس اللي أنت هتورثها من جدك. لا 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 ده أنت تريح ضميرك يعني. والله العظيم أنت مش طبيعية، على فكرة بقى كان واقع فيها دبان. إيه القرف ده؟ على فكرة أنت كداب. نسمة دي لو آخر بنت في العالم، مش هتجوزها. عيل مامتها زي العسل. هو انا هتجوزها هي ولا هتجوز مامتها؟ دي هتبقى حماتك. مش هيحصل. ايه دي زي القمر والحمد لله جوزها ميت. هي كانت متجوزه؟ طبعا. ما خليفة نسمه ازاي يعني؟ يا عم انا بتكلم عن نسمه. وانا بتكلم عن مامتها. جرايه يا متر، انا شايفك كده انت اللي عايز تتجوز المره دي. والله يا ريت يا فارس، انا بس مش هتجوز غير لما اطمن عليك انت الاول. وانا مش هتجوز غصب عنك. ما تقلقش، انا اتفقت مع الدكتور امجد انه يعالجها من الوسوسه. برضه مش هتجوز. هتخسر ميراثك يا فارس. مش مهم، اخسر ميراث، طز في الميراث. انا هطور الاوتيل واعتمد على نفسي. ازيك يا مستر فارس؟ يا رب تكون حضرتك بخير. اهلا ادهم. بس يعني انا عايزك تمسك نفسك. اصل الدنيا مش مستاهله. حضرتك هتاخد مني حاجه؟ لا. حضرتك هتاخد مني حاجه؟ ابدا. انا هاخد مني حاجه؟ مش حد هاخد مني حاجه فن. يعني اكذب عليك واقول لك فنروح هناك فاقول لك فطلع مني على ايه؟ الموضوع بسيط. هو مفيش هايبرد لغى الحجز بتاع 15 اوضه بتاع بكره، بقينا على باب الله. فحضرتك يا تتجوز يا تتجوز، عشان مش كل اقول للمحاسب عايز اقبض يقول لي لما مستر فارس يتجوز وحضرتك ما بتتجوزش، فنتجوز بقى نتجوز. اوكي؟ اهو اتفضل. ادهم قال لك السياحه مضروبه والاوتيل بيخسر. حصل. يعني ما قدرناش غير ان احنا نتجوز نسمه وتستحمل شويه الوسواس دول. اتفضل خاتم الجواز. ها ايه رايك؟ الله يجنن، يسلم ذوقك، حلو قوي قوي قوي. استني بس يا مامي، هو انت ليه ما خدتنيش معاك وانت بتشتري الخاتم؟ انا قلت بقى اعملها لك مفاجاه. مفاجاه؟ هو يعني الماس حر؟ بتهزر معاك بتضحك. ايوه الماس حر. امال ايه، الماس محبوس؟ يعني ده انت جبته لي مخصوص ولا كان بقى بتاع خطيبتك اللي قبل كده؟ جايبه لك مخصوص يا نسمه. متاكد؟ تحب اجيب لك الفاتوره؟ قالوا للحرامي يحلف. حرامي؟ ده انت زودتيها قوي.
سامعة يا ماما؟ لا ما تقصدش، بتضحك معاك بتهزر، خطيبتك بقى وبتتدلع. اه يا مامي ليه بتقرصيني؟ الله، على فكرة سهلة قوي 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 تجيب فاتورة مضروبة. لا ده كده كتير، بقول لك ايه، انت زودتيها قوي، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ فارس 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 اهدأ يا رجل، حد يكلم خطيبته كده، امال لما تتجوزوا هتعملوا ايه؟ وانت مالك انت؟ مالي؟ هسكت عن الحق؟ ايوه ينفع يسكت عن الحق؟ يعني انت بتزعلي كده وانا خطيبتك، امال لما تتجوزني هتعمل فيا ايه؟ انا مش فاهم، انت رامي ودنك معانا ليه؟ لا هذه ودني وانا حر فيها، ارميها في اي مكان. وانا بقى الاوتيل ده بتاعي، محدش يرمي ودنه في الاوتيل ده. لا سيدي انا لم ارميها في اي مكان، انا حطيتها في مكان وكنت ناوي اخدها تاني. اين ودني؟ اعطيني ودني اذا كانت معك. يا عم مش قصدي، انت ليه بتلمع اوكر؟ لا انا لا الامع اوكر، هل انا جزمجي؟ مش قصدي، انت بتتصنط علينا ليه؟ لا لا سيدي هذه اكاذيب، انا لا اتصنط في الخلاء، انا اتصنط في الحمام. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز ودني، اعطيني ودني اذا عايز ودك. ثانيه واحده، خد ودنك اهي. ايه ده؟ سلامتك. مالك انت كويس؟ لا لا لست كويسا، قلبي ماله؟ قلبي متعلق بيكي، قلبي سهران يناديكي، هذه ليست بشر، هذه ملائكة. يا بيهرج يا مامي، يلا يلا بينا. مامي مامي لا تمشي يا فارس. بس مامي بقى مامي يا فارس. مامي فارس. قلبي. ما تقلقش يا باشا، الواد شكله هيتجوز البت وهياخد الميراث، وانا على قلبه لحد ما ياخد الميراث عشان ناخد فلوسنا. يا رب يا ساتر. مع السلامه انت يا باشا، عشان تقريبا واحد بيتنحنح داخل الحمام. انا عايز اسال سؤال، انتوا ازاي تخشوا على الناس الشرفاء هكذا؟ ما انا معايا كارت الاسبير وخلاص بقى، احنا بقينا اهل. ماذا تريد؟ هتوحشنا والله يا مستر شونج. انا لماذا؟ ما انت هتسيب الاوتيل دلوقتي. من قال هذا الخبر الاسود؟ من غير ما تقول، احنا نقفل الاوتيل كله للتجديد، من الاخر كده مغلق للتحصينات. اسمها مغلق للتحصينات يا مغفل. بالنسبه لك انت تحصينات، انت لازم تسيب الاوتيل فورا. انا اسيب الاوتيل؟ الى اين اذهب؟ اذهب الى بلدك. عجيب امركم ايها المصريون، انتم تتلككون لي كي اطفش من الفندق، اليس كذلك؟ تعرفت منين؟ وانا لن اطفش من الفندق. بطني تتفرتك. مالك يا مستر شونج؟ مستر شونج؟ ما تجيبلناش مصيبه هنا، بوس ايدك يا مستر شونج. الله، طريقه جميله يا فندم تعبر بيها عن اوجاعك. بص انا عايزك تهدى خالص وتحكي لي عن مشاكلك في الطفوله. سيدي انا لم يكن لي طفوله، أنا ولدت كبيراً. تحكي لي عن مشاكلك الرومانسية أثناء الشباب. ما هذا؟ أنا لم أطلب دكتوراً نفسانياً، أنا بطني تتمزق، من الواضح أني صممت في هذا الفندق. جيت لي في ملعبي يا فندم. إيد حضرتك؟ ها؟ ماذا تفعل يا سيدي؟ أترسم لي منكيراً؟ يا فندم بعمل كمادات لحضرتك عشان تهدى، على فكرة الجسم كله موصل لبعضه كده. أنا فهمت الفولة، أنت لست دكتوراً، انت فنطاس ميه. ما اسمحلكش. خزان ميه. ما اسمحلكش. كل من ما تخلينيش اصرف وشك. سيدي انت تسرب من بدري. بقولك ايه، انا عينيا ما راحتش في كليه الطب عشان واحد زيك يجي يغلط فيا، حتى لو صيني. ولا انت شكلك غريب يلا. تركتك كده غريبه، وشك عربي على شعر هندي على لبس صيني، انت مش صيني يا قط. انتم قتلتموني في هذا الفندق وسأبلغ عنكم البوليس. أنا ما بتركش حاجة. أنت لست دكتوراً، أنت ساعي بريد. يا عدوان. بسم الله ما شاء الله فارس، البدلة هتاكل منك حتة، قصة الشنطة دي شغل جامد. يا عم لو نسمة شافتها هتقول لي كنت لابسها لمين قبل كده. حرام عليك بقى ما تظلمهاش، البنت ربنا هداها ومها معقلاها. هو المأذون فين يا جماعة؟ فارس نسمة أمرت إن هو يستحمى بالكلور قبل كده. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ كلور؟ ده كده يا ابني هيبوش ويبيض. خلاص مش وقت، بس جاي جاي جاي. اللهم صل على النبي. هوبا. حلوة. ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ مبروك يا عرساني، احلى عرسان. حبيبتي 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 ياتي ياتي ياتي. ايه القمر ده؟ انت مستحميه بكلور زي المأذون؟ اكيد المأذون. بس انت شفت ايده؟ مالها؟ بص فاهمك حاجه، شايف فاكر لما قلت لك ايدك الله حلوه ومقصوصه ومدوره؟ ايده مقرقطه بياكلها زي الفريم،
وبعدين انا وانت هنحط ايدينا في ايدين بعض والمأذون هيحط ايده، ينفع ايده تبقى مش نظيفه؟ لا لا بسم الله ما شاء الله عقله قوي. صح حبيبتي. ايش يا فندم؟ كل حاجه تحت السيطره. في حضرتك معاكي اتنين شهود، انا ومستر غلاب. انا شاهد اول، مستر غلاب شاهد تاني. ايه ده؟ ايه يا ادهم؟ انا شاهد اول عيب. مستر غلاب ما تصغرش نفوخك بقى، حضرتك كل مره بتبقى شاهد اول، الجوازه ما بتتمش، سيبنا جرب. لا اذا كان كده انا عايز الجوازه تتم، اتفضل. ويا فندم انا بطاقتي موجوده اهي يا فندم، اتفضلي حضرتك. برافو عليك، بقيت عارفني. ايوه. ايه ده بس انا شاكه انها مزوره، هي دي حقيقيه؟ عامل حساب يا فندم، حضرتك دي شهاده ميلادي فيها اسمي، اسم اللي جابوني وعليها ختم النسر. برافو. برافو الاثنين متطابقين. برافو برافو يا فندم جدا، ما الجوازه دي هتتم يعني هتتم ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك. استنى وريها ايديك. اهو اهو بصي بصي بصي. برافو برافو. كلور وريك ومديها. مديها. برافو عليك. سو براود. ثانك يو. السلام عليكم. عليكم السلام. حسن باشا. واضح ان انا جيت في مناسبه ساره. ساره جدا يا فندم، مبروك. انا جات لي اخبارين ان في سايح هنا حد اعتدى عليه وجات له ازمه قلبيه. ايوه يا فندم، انا ما سبتوش، دخلت عليه فورا، مسكت رجله، قعدت ادعك فيها ادعك فيها ادعك فيها، خليتها زي القشطه. طب تعمل له مذاكير ومناكير يا فندم. يا فندم دي اسعافات اوليه. ده في الدقهليه. ادهم. نعم يا فندم. تعرف ايه عن الراجل ده؟ الدقهليه. ايه؟ غربيه؟ اسمع ليا، شوف حضرتك المحافظه اللي انت عايزها وانا حمضي. اه. مستر غلاب. يا فندم؟ تعرف ايه عن الراجل ده؟ الله يبارك فيك يا فندم، ميرسي جدا. سعيد يا بيلمان. ايوه حسن باشا. يا ترى وصلت الراجل ده اوضته؟ انا لا شفته ولا اعرفه ولا عمري وصلته يا باشا، انا استقلت من يومين، انا جاي ابارك وهني، ربنا يتم بخير يا مستر فارس. حبيبي الله يبارك فيك. الله يخليك. استقالة سعيدة صح. يلا بقى ما اشوفش خليتك تاني. ربنا يتم بخير. السلام عليكم. لو سمحت لو سمحت. ايه؟ حضرتك ما سألتنيش. شوف يا ابني، انت حتى لو تعرف حاجة أنا مش عايز أعرفها منك. أنا ما أعرفش بس اسألني بقى. هأيدها ضد مجهول، مالكش دعوة. طيب يا جماعة أنا آسف جدا إن أنا عطلتكم، انجوي اللي تعملوه وويلكم تو غردقة. ثانك يو. بعد إذن حضرتك. إيه؟ مستر فارس. أنا نسمة. نسمة يا فندم دي خطيبتي. على فكرة هي موسوسة شوية، شك أن أنت ظابط أصلا. يا فندم أنا متأكد هي اللي شك. أنا مش شك على فكرة، أنا بنده لحضرتك عشان أسأل حضرتك اسمك إيه، عشان وأنا بكلمك أعرف أنا بوجه كلامي لمين. حسن الظابط، حسن زي شاطر حسن. أنا عارفة بالظبط مين اللي قام بالاعتداء على الراجل الصيني. نسمة كفاية اسكتي، هتعدي الليلة بقى، ما يصحش اللي بتعمليه ده. في ايه بتكلميني كده ليه قدام الظابط يا ماما؟ كفاية. I'm not gonna shut up. I saw I saw what happened. She nearly killed the man. Mom enough enough. Don't talk to me like this in front of people. You know the man is gonna die. I have to talk. I have to speak. كفاية. She's stopping يا مامي. ما بس بقى يا ستات، خلينا نفهم بقى هي بتقول ايه. شكرا كابتني على طول مش بتخليني اقول اللي انا عايزاه. اكتر من كده عايزه ايه تاني؟ وبعدين ما بقول لك ايه يا فندم. قولي عينيكي كلها حزن، اتكلمي، القانون يحميك. شكرا. انا شفت جريمه مكتمله الاركان. مكتمله الاركان؟ ايوه. لا هقول يا مامي. قولي كل اللي عندك. اوكي دي جريمه مكتمله الاركان. مكتمله الاركان؟ ايوه. انا عارفه بالظبط مين اللي قام بالاعتداء الجسدي على الراجل الصيني. معلش ممكن توضحي؟ ايوه يعني ضربه في قلبه بالبوكس كده. ضربه في قلبه؟ ايوه. لا قانون يحميك، انا في ظهرك. شكرا. قولي يا نسمة. هو ده مستر غلاب؟ ايه ده؟ لا مش انا. لا مش ده، فارس. اتفضلي. الشاي. ايه ده ايه ده؟ شكله مشروب منه كده ومدلدق من كل حته، شيله لو سمحت. مش عاجبك ما تشربيهوش، والزبون على باطل، حلو كده؟ ايه اللي حلو كده؟ ايه ده ايه ده؟ استنى انا بكلمك. هو مرة بيكلمني كده ليه؟ عشان سجنتي المدير بتاعهم. مالي هو اللي سجن نفسه؟ في حد في الدنيا يبلغ البوليس عن خطيبه؟ الحمد لله. الحمد لله اني اكتشفته قبل ما اتجوزه. ربنا ينتقم مني. فارس خد 4 أيام ازمه التحقيق. طب ما هو ده العادي على فكره. انت معجونه من ميه ايه؟ انت عارفه ان وسوستك دي هتضيع مستقبله؟ قريب قوي هتشكريني عشان انا رحمتكم منه. قريب قوي براءته هتبان. على فكره فارس عمره ما يكون قتل. لا يمكن.
في جريمة قتل؟ مفيش جريمة قتل أصلا. أنت جننتيني. يا مالها محموقة كده ليه؟ إيه إيه الشخصية الغريبة دي؟ عرفت من المحامي إنها بتحبه يا خايبة. أنا أصلا كنت شاكة فيها من الأول. شيخة أنت شاكة في كل حاجة أصلا. إيه يا مامي في إيه؟ أنت كمان مالك محموقة كده ليه؟ مش فاهمة هما متضايقين مني ليه؟ أنا أصلا ما عملتش حاجة. أدهم. نعم. نعم، اسمها أفندم حضرتك. أفندم حضرتك. عايز اعمل تشيك اوت. لما اخلص اللي في ايدي افندم حضرتك. ايه الطريقه دي دلوقتي؟ حاضر. طبعا انت عملتي عمتك وهربانه. حسبي الله. حسبي الله؟ وانت بتحاسبن عليا ولا ايه؟ لا يا فندم، انا بحاسبن على واحد صاحبي اسمه فخري. اصل فخري ده ظالم ومفتري وبيرمي بلاء على الناس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فخري. فيك انت وفخري ان شاء الله. بجد يا فندم كانت اقامه سعيده ونورتينا، واحنا يعني بنعيط ان حضرتك ماشيه والله. اتفضلي يا فندم حضرتك، ادي حساب الاوضه اللي بندفعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا مامي انا بابخي توسي شوز لا؟ ايه ده؟ ايه؟ سوري انت تشوفارتالي في خمسين، انت قول انجلش قول ذا تايم. الحاجات دي كومبليمون، المفروض تبقى على حساب مستر فارس، احنا ما خدناهاش. سي بابخي، مستر فارس حضرتك سجنتيه، يعني انت اللي تدفعي. مش انا اللي سجنته على فكره، الظابط اللي سجنه، وبعدين هنا في 8 مانجا، انا مش بشرب مانجا. انت هتدفعي المانجا؟ انا هتدفعي المانجا. لا مش هدفع المانجا، لان انت كنت واقف لما طلبت المانجا واسمه ايه ده كان بيشرب منها ورجعناها وخدنا كام. بصي بقى تبطلي شك وتدفعي بقى كام، والله العظيم هحبسك، انا عامل احترام للهانم. يا بقى كفايه بقى، انت ايه مش بتهدي؟ خد يا ابني خد الحساب الكريدت كارد اهو. شيل المانجا من حسابه وما تدفعش حاجه. ماما لما تتكلم الصغيرين يسكتوا. بوظت لنا الاجازه، عايزه ايه تاني؟ ايه ده؟ فرج ده ولا ايه؟ لا النيابه افرجت عني، قالوا اني بلغ كايدي. الحمد لله على سلامتك. شكرا. الحمد لله على السلامه. على فكره مش انا اللي سجنتك، الظابط هو اللي سجنك، لان هو لما سالني ايه اللي حصل كان لازم ارد بكل صراحه واقول ايه اللي حصل بالظبط. نعم يا اختي. اهم حاجه الصراحه يا مستر فارس، وبعد اذنك طبعا انا عايز اقول الصراحه. الورقه اللي حضرتك مسكتيها بعديه انا كنت طبعا ماسكها بايدي، وللصراحه انا ما غسلتش ايدي، كنت واكل فسيخ ورنجه. القرف ده. ايه ده ادهم، انت اديتها الورقه اللي كانت معايا في الحمام؟ في الحمام؟ ايه ده مستر فارس، ده في براغيث من الحجز باين. لا 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 سيبوكم. يلا يا ماما الكريدت كارد. طبعا يا فندم يا فندم. سوري يا فندم. اتفضلي يا فندم. سوري يا ماما واكل بصل. نورتونا. سيبك انت متبهدل مش متبهدل، الشيك شيك طبعا. ادهم يبقى روح لدكتور عيون.